السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا ايه؟ الدلمة العراقي. الدلمة العراقي مع شيماء. شيماء يا سيناء. ايه احلى بطة شوشو هتاكل شيماء، واحلى دلمة عراقي. فيها كم حتة لحمة كده بتاع 3-4 حتت، بيني وبينكم فاضلين من امبارح، فمحمد قال لي انا مش عايز بط، فحطيتهم له ما كلهمش، فابو محمد قال لي انا عايز اللحمه. فبصوا الحكايه كبيره يعني. تعالوا بقى نشتغل ونسمي الله. اتفضلوا معانا يا جماعه. التحدي ايه على ايه يا شيخ؟ طب ما انت كده الدنيا باظت باللحمه، كنا هنقول نص البطه. التحدي على اللي يشبع. تمام. تمام كده؟ طبعا احنا قبل ما وضبنا التصوير بس لسه سخنه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مشطشطة يا لولا. اشوفها ولسه اجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ورق عنب بصراحة ما فيهاش بصل ولا طماطم. كوسه بعرفكم. جامدة. بقيت فرع ابو محمد. تعمل طعام يا جماعة. ممكن. جامدة شوشو جامدة. ممكن نسميها دول محشي. هي قريبة قوي من المحشي. طعمها قوي زي المحشي. انا هاخد حتة لحمة. دوش. انا بحبها. تعمل قوي صح؟ والله يا جماعة 10/10. ولك ولا صدري عن؟ لا صدر. عشرة على عشرة بجد يعني. سخن. دبوس. محمد تعال هات لي المناديل. المناديل مش متعودة اكل بالشوكة بس سخن. محمد هات لي منديل مبلل من تيتا. ايدي مش نافعة. هات لي منديل كده. فلادي عايز يقول جرى كسف. نسي ان احنا بنصور. بس كده بقى ناكل بالمزاج. لحمة يا ابو محمد. كل. اتغذى يا قلبي. اتغذى يا قلبي شيماء. واحد بيبقى. اللي حصل نار ولا سخن؟
والله انا باكل من ساعتها ما كلش صابع بالسطنيه ده موت والله. انت عارف انا ما بحبش ابرد، انا عامه بحب المحشي بارد، انا بحب صوص. كل البيت بيحب سخنة حتى محمد نعد عليه، وخصوصا في الشتاء يا جماعة. بالله عليك ايه رأيك في شيماء؟ 10/10. انهي شيماء فيهم؟ ماشي خليكوا شاهدين يا جماعة. فرصة شيماء دي كسرت الدنيا. انا الأكلة دي عايزاكوا كمان. مدوا ايديكوا. بحب الأكل سخن كده. بحب أتعذب. فين الاخت بتاعت انا باكل اكتر من علي تيجي تتفرج بقى وانا باكل؟ انا باكل اكتر من علي بكتير. اكله شتويه بحته. بالله عليكم ما تنسوا اللايك يا جماعه. يا ترى بقى اخواتنا في العراق بيفضلوها في الشتاء برضو اكتر زينا؟ يعني المحشي ممكن نعمله مرتين ثلاثة في الاسبوع في الشتاء، انتوا كده؟ المحشي عامة بنعمله في الصيف بس في الشتاء اكتر، صح يا عم؟ لا بس هو المحشي عامة يعني من الاكلات الممتعة. انا بحب شيماء قوي يا جماعه بالبصل. شيماء شيماء دي 3.5 كيلو. تحدي جامد ابو محمد. فخر من الاخر. البط ده يا جماعه تربية بيت. بيمشي يتدلع. شيماء 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 دي تربية بيت. بيت اصيل. صح؟ مقصلة. مقصلة بنت اصول. ليه شيماء؟ شيماء برضو.
قرن الفلفل ده. اوه لا سخن عليا يا ابو محمد كولون. شبعت. شبعت جامد. هعاقبك النهارده. هعاقبك والله. والله؟ عايز تتعاقب بايه؟ تعالى محمد واقف اما عاقب ابوه. هرجع لكم بالعقاب. احنا كلنا شيماء وعايزه اقول لكم مش قادرين. بصوا بقى العقاب. شطبنا بنزين. بصوا انا لقيت النعناع ده بما ان الولد محمد ابني تعبان في نعناع وينسون فلقيته محطوط قصادي نعناع. هل هعمله له؟ لا الكيس هيطلع كده. نقطعه كده. مش راضي تقطع يا ابو محمد انت ايه فيك حاجه لله؟ نعم بالله. اهو بصي علي بصي يا جماعه الله ريحته نعناع. بصوا اهو امسك كده احلى. هات بقك هات بقك. والله وانت عايزاه عشان كده جايبها عشان كده؟ اه بجد والله؟ اه والله العظيم. خليكوا شاهدين شاهدين. شاهدة يا فتوم قولي شاهدة. خليكوا شاهدين. يلا ايه؟ لا 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 بايدي عشان يبقى طعمه حلو. لا 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 والله بايدي هيبقى طعمه. طب يلا ادلقوا سفوا يلا وريهم كده. مش باين ايه؟ مش باين ايه ده؟ والله انت كذا والله ما كان حاجة. ايه ده؟ طب اخد خد ايه؟ ماشي اهو استنى اهو. طب ما تدلق في بقك وريهم يا حبيبي يا لولي. قوم اعمل كوبايه شاي بقى. قوم اعمل كوبايه شاي بقى تبقى شاي بالنعناع. حبيبي يا لولي. بس كده ولو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.